الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. صدق الله العلي العظيم. يا معشر الخلائق، هذا مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا النداء الذي انتظره مئات الملايين من المؤمنين ولم يسمعوه حتى ماتوا، هل نسمعه نحن؟ ومتى نسمعه؟ بعد مئات السنوات من الانتظار، ألا يحصل لكم أيها الشيعة اليأس اليأس وما أدراك ما اليأس؟ اليأس مرض نفساني فتاك،
قد يكون في بعض الأحيان أشد فتكا من الأمراض الجسمانية، وفي نفس الوقت الذي هو مرض نفساني خطير هو بالإضافة إلى ذلك مرض روحي خطير أيضا. أحد الفقهاء المفكرين قسم اليأس إلى أربعة أقسام. قسمان اليأس فيهما صحيح، يعني يأس في محله، وقسمان اليأس غير صحيح في غير محله، بل يكون مرضا نفسانيا وروحيا فيهما. القسم الأول من اليأس الصحيح هو اليأس من المحال عقلا، الشيء المستحيل عقلا. الإنسان ييأس من حصول هذا المستحيل، هذا يأس صحيح في محله، المستحيل لا يحصل. ييأس الإنسان أن تكون نتيجة 5 + 5 = 20، نحن ييأس من هذه النتيجة، يأس في محله. كلما مرت الأيام هل يمكن أن يأتي يوم 5 + 5 = 20؟ لا يمكن، محال عقلا. فنحن عندنا يأس من هذا الشيء المستحيل من المحال العقلي، وكل شيء ينتهي إلى اجتماع النقيضين فهو محال عقلا وميؤوس منه أبد الآبدين. نحن عندنا يأس أن يوجد شريك لله سبحانه وتعالى. كلما مرت الدهور يمكن أن يوجد في زمن شريك لله عز وجل؟ مستحيل، لأنه ينتهي إلى اجتماع النقيضين. لن يمكن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى باطلا لأنه ينتهي إلى اجتماع النقيضين. لا في الدنيا لا في الآخرة، لن يمكن أن نرى الله سبحانه وتعالى لأنه ينتهي إلى اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين محال عقلا. لن يمكن أن يكون كلام رسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام خطأ، أو يتصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام خطأ، لن يمكن أن يحصل ذلك، لأن هذا ينتهي إلى اجتماع النقيضين. تريد أن تعرف كيف ينتهي إلى اجتماع النقيضين؟ راجع كتاب الألفين للعلامة الحلي لتجد أن نسبة الخطأ إلى رسول الله وإلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يستلزم اجتماع النقيضين. هذه محالات عقلا. نحن عندنا يأس من هذه الأشياء، يأس في محله. أولا اليأس من المحال عقلا. ثانيا اليأس الصحيح الثاني، اليأس من المحال العادي. القسم الأول اليأس من المحال العقلي، القسم الثاني اليأس من المحال العادي. هذا أيضا يأس صحيح في محله، هذا لا يتحقق. مثلا
اليأس من أن يطير الأسد يوما من الأيام من دون وسائل، يأس في محله سوف لا يطير الأسد، هذا محال عادي ليس محال عقلي. يمكن أن يوما من الأيام الأسد يطير من دون وسائل بنفسه؟ لا يمكن. اليائس من أن يدخل قتلة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها إلى الجنة، يمكن أن يدخلوا إلى الجنة؟ أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. حتى الرسل عندهم هذا اليأس. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، الرسل قلوبهم كبيرة جدا، عندهم أمل أن يهدوا الناس، أن يهدوا المشركين، أن يهدوا الضالين، أن يهدوا المجرمين، عندهم أمل. ولكن الرسل بقلوبهم الكبيرة الوسيعة التي تحتوي المجرمين، التي تحتوي المشركين، يحصل عندهم اليأس من هداية أكابر المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل، يعني انظر هؤلاء كيف وضعهم، الرسل ييأسون من هداية هؤلاء. استيأس الرسل من هدايتهم أكابر المجرمين، الرسل بقلوبهم الكبيرة يحصل عندهم يأس من هدايتهم. رسول الله صلى الله عليه وآله بذاك القلب الوسيع الذي لا تدرك وسعته من قبل ملائكة الله، الرسول الذي كلما آذاه قومه قال اهد قومي فإنهم لا يعلمون، هذا الرسول بهذا القلب ولكنه يأس من هداية فلان وفلان وفلان، لا يهتدون هؤلاء، محال عادي هذا، يأس في محله، الرسل لا يصنعون شيئا خطأ. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا، ظنوا كلمة ظن، مادة الظن تأتي في القرآن الكريم بمعنى الظن الإصطلاحي وتأتي بمعنى العلم في موارد عديدة ورد الظن بمعنى العلم، وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني حصل عندهم علم بأن هؤلاء كذبوهم تكذيبا لا يهتدون بعده أبدا. أَفَلَمْ يَيْأَسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. أَفَلَمْ يَيْأَسْ يعني ماذا؟ بعض المفسرين قالوا معنى العبارة يعني يا أيها المؤمنون ايأسوا من هؤلاء، خلاص هؤلاء انتهوا، لا تفكروا في هداية أكابر المجرمين، لا يمكن، ايأسوا منهم خلاص.
الله عز وجل لو يشاء كان يتمكن أن يهدي الناس جميعا، ولكن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يجعل هذا الطريق إلى الجنة وهذا الطريق إلى النار. والذي يمشي بسرعة فائقة في طريق النار الله عز وجل يعينه على مشيه إلى النار. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أفلم ييأس الذين آمنوا، أيأسوا أيها المؤمنون، أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. الله كان يتمكن أن يهدي الناس جميعا بالجبر، ولكن الله عز وجل أباه. أيأسوا من هؤلاء. في زماننا كمثال طاغية العراق البائد في أيام حياته، كان هناك أمل بهدايته؟ أبدا، خلص انتهى. الطغاة السفاكون للدماء الذين يؤذون شعوبهم أي أذية، هؤلاء يوجد أمل بهدايتهم أصلا؟ لا، خلص يأس، يأس من المحال العادي. هذا محال عادة، هذا محال عادي. رؤوس الإرهابيين اليوم ممكن أن يهتدوا؟ أبدا، اغسل يدك منهم. يأس من المحال العادي. في يوم الغدير الله عز وجل أنزل آيات، من جملة الآيات هذه الآية: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. يأس في محله، خلاص. لو كان عندهم أمل بأن ينسفوا دين الله عز وجل في يوم الغدير، آمالهم انقطعت. يأس، خلاص. بعد أن عين وأعلن أكبر إعلان رسول الله صلى الله عليه وآله عن خليفته أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما، الكفار: يا أيها الكفار اغسلوا أيديكم من أن تأخذوا وتنسفوا وتزيلوا دين الله، خلاص المجال عندكم انتهى. أمير المؤمنين عين من بعد رسول الله، هذا الدين بقي، خلاص. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. القسم الثاني من اليأس، وهو يأس صحيح، يأس من المحال العادي. هذان قسمان، اليأس فيهما صحيح في محله، قسمان آخران اليأس فيهما غير صحيح في غير محله. القسم الثالث من اليأس، اليأس من المفاجآت. هذا اليأس غير صحيح في غير محله، ما دام الشيء ليس من المحالات العقلية، ليس من المحالات العادية، فليكن عندك أمل. حتى لو كانت مفاجأة تعتبر عند الناس، لعل الناس يمثلون للمفاجآت بهذا المثال. البعض: شاب فقير ليس جميل المنظر، عنده يأس من أن يتزوج بنت الملك الجميلة. ممكن؟ فقير غير جميل، ليست له قوة، بنت ملك جميلة مقتدرة تتزوج به؟ لا، هذه مفاجأة. ممكن أم غير ممكن؟ ممكن، ولكنها لا تحصل عادة، مفاجأة تعتبر. لا، كنا آملا. طبعا لا أقصد أنه الإنسان يتزوج بنت الملك، لا، كمثال. أن تصبح أنت أكبر ثري في العالم، مفاجأة. أن تصبح أكبر شخصية في العالم، يعني الشخصية الأولى عالميا في مجالك، أكبر عالم في الطب، أكبر مفكر، أكبر منظر، ممكن؟ الناس عندهم يأس من هذا، هذا اليأس خطأ.
عندك هدف معين حتى لو كان الهدف ساميا كبيرا، امشي وراء هدفك. وهذا اليأس هو الفاصل بين العباقرة والعظماء وبين سائر الناس. العبقري لماذا يصبح عبقريا؟ لأنه ما عنده يأس، عنده أمل ويمشي وراء أمله. ذلك الفقيه الذي هو أكبر مؤلف في تاريخ البشر، كيف أصبح أكبر مؤلف؟ يقولون أنه أكبر مؤلف في التاريخ هو شخص كتب كل كتبه وكراساته، وأكثر كتبه كراسات طبعا، ومقالاته، الكتب والكراسات والمقالات كلها على بعض كانت 600 وشيء. وهذا الشخص كان عمله الوحيد هو الكتابة، يطالع ويكتب فقط، ولكن فقيه. من بركات ما رآه في مسجد السهلة، ومن بركات ذلك الأمر الذي صدر في مسجد السهلة، رغم أعماله الاجتماعية الكثيرة، رغم سعيه الحثيث في قضاء حوائج الناس، رغم كثرة توجيهه المباشر للناس، رغم آلاف من الخطابات، رغم جهاده ضد الحكومات والتي تكلف وقتا كبيرا للإنسان، ضد الحكومات الجائرة، رغم كثرة اجتماعياته، كانت الكتابة زاوية من زوايا حياته. كتب ببركة ما رآه في مسجد السهلة، كتب أكثر من 1000 كتاب. ناهيك عن المقالات طبعا، هذه الكتب. لماذا؟ ما كان عنده يأس. بهذا الوضع الخاص يتمكن الشخص أن يكتب أكثر من 1000 كتاب. طبعا البركات بركات المولى أرواح العالمين فداه، ولكن كان شيئا لا يتعقله الناس وصل إلى هذا الشيء. الأمل والمشي وراء هذا الأمل، هذا هو الصحيح. وعلى طرفي هذا الشيء الصحيح شيئان خطأان. الخطأ الذي يكون على هذا الطرف اليأس، والخطأ الذي يكون على الطرف الآخر الأمل من دون العمل، ذاك أيضا خطأ. الصحيح الأمل مع العمل لتحقيق هذا الأمل. والعجيب من المفارقات العجيبة أن كبار السن كثيرا ما يقعون في اليأس، وأن الشباب كثيرا ما يقعون في الأمل من دون العمل. الصحيح هو الوسط. عندك هدف أيا كان، امشي وراء هدفك. وصلت إلى باب مغلق، لا بأس، ابحث عن باب آخر أو ابحث عن مفتاح لهذا الباب، لا تتوقف، ليكن عندك أمل. القضية مفاجأة، لا تحصل كثيرا حتى لو كانت مفاجأة. هذا اليأس الثالث، وهو يأس غير صحيح. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. يأس غلط،
طبيعة الإنسان هذا اليأس، حتى لو كانت طبيعة الإنسان خلط، تحصل له مشكلة في حياته، يصبح في نفسه حالة اليأس ويكفر لحصول مشكلة، لأن بابا أغلق أمامه. هذا اليأس الثالث، الخطأ. اليأس الرابع وهو أشد أنواع اليأس، وهو اليأس الذي ينتهي أحيانا بالإنسان إلى نار جهنم، اليأس من رحمة الله عز وجل، العياذ بالله تعالى. يعني ماذا اليأس من رحمة الله؟ يعني يتصور الشخص أن باب الله سبحانه وتعالى مغلق. أبداً، باب الله مفتوح. ولن يغلق باب الله سبحانه وتعالى. حتى عقلائيا هذا اليأس غلط. الدين يرفض هذا اليأس أشد الرفض. فلا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. دينيا مرفوض أشد الرفض، عقلائيا أيضا مرفوض. إخواني، لماذا الشخص يحصل عنده اليأس؟ لأنه يعرف لهذا الأمر 10 أبواب، 20 بابا، يرى كل هذه الأبواب مغلقة، يتصور أن الأبواب انتهت. أبدا، أنت عندك علم ب10 أبواب، 20 بابا. أبواب الله سبحانه وتعالى في هذه القضية التي تريدها بالملايين. كلنا نعرف أننا جهال، كل البشر يعرف أنه جاهل. كم من الأبواب تعرفها أنت؟ عدد محدود. أبواب الله ليست هذه، أكثر من هذه بكثير. فلماذا اليأس؟ هذه الأبواب كانت مغلقة، تعرف أنه لا يوجد هناك باب؟ قطعا يوجد هناك، بل الأبواب الكثيرة هي التي نجهلها، قلة من الأبواب نعرفها. حتى عقلائيا اليأس غير صحيح. الفرق بين الحر الرياحي وبين المجرمين الآخرين ما هو في هذا اليأس؟ الحر ما كان عنده يأس. الحر ارتكب جريمة، نعم، وأية جريمة، جريمة أكبر مما ارتكبه الحر، أكبر جريمة ارتكبها الحر، جريمة أكبر بكثير من الجرائم التي ارتكبها آخرون ويأسوا، ولكن الحر ما يأس. رأى باب الله أمامه، هذا أبو عبد الله سيد الشهداء. هذا باب رحمة الله عز وجل. لماذا يأس؟ ارتكب جريمة كبيرة، نعم، ولكن أذهب إلى هذا الباب. جاء مطأطئا رأسه، أبو عبد الله لي توبة. تأتي إلى الإمام الحسين يقول لك لا، غير ممكن. جاء إلى سيد الشهداء مطاطئا رأسه، وخرج من عند الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مرفوع الرأس، وسيبقى مرفوع الرأس إلى يوم القيامة. الله صل على محمد وآل محمد.
ما كان عنده يأس، اليأس من رحمة الله عز وجل أبدا. قبل تقريبا 8 سنوات أو 9 سنوات تقريبا، في شدة أزمة المدن في العراق، كانت حكومات إرهابية تتصارع مع بعض على تلك الأرض. تقريبا كل المدن كانت تحصل خروقات أمنية باستمرار، الانفلات الأمني الكبير، سيارات مفخخة، قاتل على الهوية، قطع رؤوس. في تلك الأزمة في مدينة قم المقدسة التقى مرجع تقليد كبير بمرجع تقليد كبير، أحدهما سأل من الآخر: كيف ترى الأوضاع؟ كيف ترى مستقبل الشيعة بصورة عامة، مستقبل الشيعة في العراق؟ فقال ذلك المرجع بكل اطمئنان، قال: لا أرى إلا مستقبلا قريبا زاهرا. ذاك المرجع استغرب، ماذا يقول هذا؟ هذا الوضع، هذا الانفلات. قال له: عندك أمل بأي شيء أنت؟ قال: عندي أمل بشيئين. الشيء الأول وهو الأساس، أساس كل الأمال، فضل الله سبحانه وتعالى وبركات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. اليوم ما نزل الفرج، غدا ينزل الفرج، غدا ما نزل الفرج، بعد غد ينزل الفرج. هذا الأمل لا يقطع، في كل ساعة ساعة هذا الأمل موجود. حتى لو كنا لا نرى بوادر، نحن عيوننا لا ترى، نحن في الدنيا مثل الشخص الذي قد غمض عينيه أو مثل الأعمى لا يرى شيئا، لا نرى بوادر تحسن. حتى لو كنا لا نرى، أملنا بماذا؟ بالله عز وجل وبباب الله سبحانه وتعالى وهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا الأمل لا ينقطع، هذا الأول وهو الأساس. ثانيا، كلما رأينا أمة صعدت بعد الصعود نزلت، وكلما رأينا أمة نزلت بعد النزول صعدت. هذا التاريخ، هذا الماضي، المستقبل حسب الرواية الشريفة كالماضي. هذه الأمة نزلت كثيرا، أوذيت كثيرا، اتهمت كثيرا، قتل منها الكثير. هذا الشيء له نهاية، بعد النزول صعود. وبالفعل اليوم نرى أن أمله كان في محله، اليوم الوضع تغير كثيرا كثيرا بالنسبة إلى تلك السنوات. أكثر العراق اليوم آمن، تلك الأوضاع، تلك الأعمال الإرهابية الكثيرة انتهت ولله الحمد. أكثر المدن اليوم آمنة، خروقات أمنية نادرا ما تحصل ولله الحمد. طبعا هذا ليس من عمل شخص، من فضل الله وبركات المولى أرواحنا فداه، لا من غيرهم. لا ننسب هذه الأشياء إلى غير الله عز وجل، إلى غير طريق الله سبحانه وتعالى وهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولكن الحمد لله رب العالمين حصل هذا الشيء. اليأس من رحمة الله عز وجل؟ حاشا. والمؤمنون يعرفون ذلك بعد مرور أكثر من 1100 عام، ما يقارب من 1200 عام،
من غيبة مولاهم أكثر من 1100 عام من بداية الغيبة الكبرى، ولكن المؤمن قوي. صحيح الكثير من آبائنا وأمهاتنا ماتوا وعيونهم شاخصة على الطريق، ولكن يوجد أمل. المؤمن عنده أمل في كل يوم، ولذا في كل يوم صباح كل يوم ينادي: اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه. عنده أمل، أمل بفضل الله، أمل برحمة الله. نحن اليوم نعيش أكثر من 1100 سنة، ما يقارب من 1200 سنة في العذاب. الغيبة عذاب، عدم رؤية إمام زمانك عذاب، وأي عذاب، ولكن هذا العذاب ينتهي يوما. عندما يسمع الناس كما في الحديث الشريف: يصيح صائح من عين الشمس بلسان عربي مبين، يسمعه من في السماوات والأرض، ماذا ينادي؟ يقول: يا معشر الخلائق، هذا مهدي آل محمد. ويذكر اسمه، يسميه باسم جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ويكنيه بكنيته، وينسبه إلى أبيه الحسن الحادي عشر، كما في الحديث الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا النداء، هذا الصوت سوف نسمعه، نأمل أن يكون ذلك قريبا قريبا. وما ذلك على الله بعزيز. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه، وعجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بنا محجته، وأنفذ أمره، واشدد أزره، واعمر اللهم به بلادك، وأحي به عبادك، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على ساداتنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله.